بطرق بدائية تسابق أم محمد المهجرة من ريف حلب الوقت لإبقاء أطفالها لأطول مدة داخل إناء ممتلئ بالماء، لتخفيف الحر عنهم داخل خيمتها الواقعة على أطراف مدينة راجو بريف حلب الشمالية نتيجة ارتفاع درجات الحرارة. كل نهار منعيفة من الصباح للمساء، من 9 للأربعة العصر في هالمي، والله عم طالع من المي حتى عم بمرضه، عم نحن حتنا مع مصروف تاني هالمرض، عم نجيب لنا أدوية ومع يعني الجو نار نار. متنا نحن وهالأطفال وشوب، وعم ننهض هالخيام ونحط هالولاد وهالطشت المي، ومرضنا كيف حالتنا، الله يساعدنا على هالعيشة وعلى هالعمر نقضي. موجة حر عالية تجاوزت فيها درجات الحرارة حاجز 45 درجة مئوية، ضربت الشمال السوري المحرر، تركت أثرها الكبير على سكان المخيمات بالدرجة الأولى في ظل انعدام وسائل التخفيف عنهم وسوء الخدمات المقدمة لهم. درجة الحرارة بالخيمة تقريبا 43، يعني حمام نظامي درجة الحرارة بالخيمة، فصار عندنا يعني حالات بالنسبة للأطفال يعني تجفف، حمى من درجة الحرارة، فبنطلب من أخواتنا اللي بالمنظمات يسعونا بمراوح بالواح طاقة ببطاريات، يعني بحيث بس يخففوا يعني الشوب عن العيال، لأن العيال استوت نهائيا، العيال كلها ضاجت من الحرارة. تنتشر المخيمات العشوائية في منطقة عفرين بكثرة ويفتقد معظمها لوسائل العيش الكريم، فاقم من وضعها العوامل الجوية التي تزيد الأعباء على كاهل قاطنيها. معاناة أهالي المخيمات مع الظروف الجوية مستمرة، فحالهم في الصيف لا يختلف عن حالهم في الشتاء في ظل انعدام وسائل التخفيف من حر الصيف وبرد الشتاء في الآن ذاته. ماجد العمر، حلب اليوم، منطقة عفرين.